تاريخ الدراجات شنو الدم اللي دايرين المدنية. ليل دامي وقصف عنيف على العاصمة الليبية طرابلس ضحاياه من المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، هكذا وصفها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج. هجمة بربرية وحشية قام بها المجرم حفتر على حي بوستيم وعلى حي الانتصار تؤكد وحشيته. فعل زي هذا ما يقومش به شخص عنده درة من الإنسانية، لكن نؤكد للجميع أنه هو سينال جزاء بإذن الله. غدا سيتم تقديم كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. ونؤكد للجميع نحن كأبناء المجتمع الليبي سنقف صامدون بإذن الله أمام هذا المجرم مهما طال الزمن. وسائل إعلامية ليبية ذكرت أن قوات خليفة حفتر نفت استهدافها للمدنيين، في وقت أكد فيه المتحدث باسمها أن قواته تحارب ميليشيات تابعة لدول راعية للإرهاب في طرابلس. أولا الأسباب الرئيسية هو الناتو والمجتمع الدولي دخل في 2011، بعد ذلك ترك ليبيا لغمة صائغة للإرهابيين، وأعتقد أن هناك دول تقف خلف ذلك، وليس أعتقد، قد أجزم أن هناك دول تقف خلف ذلك. اتخذنا كل التدابير التي من خلالها نحمي الأرواح والمدنيين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة. آلة الدمار والموت في ليبيا ما زالت تحصد أرواح المدنيين في ظل احتدام المعارك التي تسببت في تشريد أكثر من 18 ألف شخص حسب إحصائيات الأمم المتحدة.